اليوم بوجهة نظرك هل انتصرت السياسة الدبلوماسية اليوم على الاحتلال الإسرائيلي؟ عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. شكرا للملك وشكرا لأجهزتنا الأمنية وشكرا للسياسة الخارجية اللي يعني أدارت هذا الملف في حكمة، والحمد لله أنه عماد في بلده. طبعا كلنا ثقة بعدالة قضائنا وأنه يحاكم محاكمة عادلة إن شاء الله. يا سيدي عندما يأتي قرار من الحكومة بخصوص أي زميل استنادا للنظام الداخلي يجب المجلس أن ينظر في هذا القرار، وقد نظر المجلس في هذا القرار استنادا للنظام الداخلي وتم الموافقة على رفع الحصانة بحسب النظام الداخلي. يعني احنا كل التحية لأهلنا الصامدين الأبطال في فلسطين الحبيبة، ومهما نقدم لفلسطين نعتبر مقصرين. أنتم أبطال يا أهلنا في فلسطين، تحية لأسر الشهداء وتحية لأهلنا في كل فلسطين المرابطين على الجمر والمدافعين عن 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 عن, عن فلسطين، وإحنا سنظل الأقرب وواجبنا تجاه أهلنا في تقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لشعبنا الفلسطيني البطل. المحامين يعني أنا من أمس يعني تم تبليغي من محامي جواد بولس اللي يعني أنا كان لي الشرف أني أنا يعني بالاتفاق مع أخوه عمار أن يكون بالدفاع عن الزميل العدوان، أبلغني من أمس أنه في تطورات إيجابية في إخراج أخونا والحمد لله أخرج. يعني كان في محامين اثنين أنا يعني شاورت أهله هم كانوا يتابعوا اللي هو جواد بولس والأخ أسامة السعدي، يعني كانوا يتابعوا كل قضايا الأخ العدوان، والحمد لله بالنهاية أنه العدوان الآن بيننا بين أهله وبلده، وإن شاء الله أنه يعني يكون حاكم محاكمة عادلة.